السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي مادة الفيزياء لغات برنامج مدرسة على الهواء. أعزائي الطلاب، النهاردة بإذن الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا وآخر جزء في منهجنا عن الهيدروداينامكس، وده يعتبر موضوع جديد عن الأجزاء اللي كنا بنتكلم عنها. احنا في الأول كنا بنتكلم عن الويفز واللايت ويفز، النهاردة بقى بنتكلم عن آخر جزء في منهجنا عن الهيدروداينامكس. طب ايه هي الهيدروداينامكس؟ وهنتكلم عن مفهوم اسمه الفلويد والفلوينج، التدفق او حركة الفلويدز. طب تعالوا نتكلم كلمة هيدروداينامكس تعني ايه. هيدرو اي كلمة او اي حاجة ليها علاقة بالمية، داينامكس يعني متحركة، يعني بنتكلم باختصار عن الفلويدز في حالة الحركة، يعني بنتكلم عن حركة الليكويد والجازز. لازم نعرف يعني ايه كلمة fluids. fluids هي anything has no fixed shape and can flow، اي حاجة ملهاش شكل وسهلة في التدفق. فبالتالي كلمة fluids ممكن نقول هي كلمة مجمعة تجمع الليكويد والجازس مع بعض. يبقى انا كلمة fluids دي كلمة مجمعة تعني الليكويد والجازس بتجمعهم مع بعض، يبقى هي دي كلمة fluids. anything that has no fixed shape and can flow. يبقى الليكويد والجازس لو جمعتهم مع بعض ممكن اقول على الاثنين مع بعض fluids. طب ناخد بالنا ان الليكويد والجازس قريبين في شوية صفات، زي الاثنين ما لهمش شكل معين، سهل يعملوا flowing، لكن الاختلاف الوحيد اللي ما بينهم او البسيط اللي ما بينهم ان الليكويد هذا كونستانت فوليوم، يعني كانوت بيكم بريزد، مش سهل اضغط السوائل يعني املاها كونتراكتنج او اكسباندنج، عكس الجازس. الجازس كان بي كومبريزد او كان ممكن اضغطها. فده الفرق المين ديفرنت بتوين ليكويد اند جازس. طب اعزائي الطلاب، هنتكلم النهارده بقى عن الهيدروداينامكس، يعني هنتكلم عن الفلويدز في حاله الحركه. لازم نعرف ان في نوعين من الموشن، في حاجه اسمها ستيدي فلو اند توربولنت فلو. طب يبقى لو هنتكلم كده اعزائي الطلاب، لو هنتكلم عن الموشن اوف فلويدز، يعني ايه الموشن اوف فلويدز؟ يعني حركه الفلويدز. هنلاقي ان الفلويدز بيتحركوا بطريقتين. اول طريقه اسمها الستيدي فلو. الستيدي فلو وليها كذا اسم، ستريم لاين فلو، وطريقة تانية اسمها توربولنت فلو. توربولنت فلو او الايدي فلو. يبقى دي الطريقة اللي بيتحرك بيها الليكويد والجازز، ستيدي فلو والتوربولنت فلو. ستيدي فلو معناها ان الليكويد او الفلويدز بشكل عام فلو ان فورم اوف adjacent layers slide smoothly over each other. يعني معناها ان السائل الطبقات بتاعته تتحرك بشكل smoothly. خد بالك من كلمة smoothly، يعني مفيش friction force ما بين الطبقات دي، حركتها بتكون مرنة over each other، يعني زي حركة السائل جوه التيوب، بنلاقيه بيتقسم لطبقات كده وبيبتدي يتحرك بالشكل ده. ده طبعا imagine lines، يعني احنا بنتخيله على شكل طبقات ويبتدي يتحرك بالشكل ده. يبقى معناه ان الليكويد flow in form of adjacent layers that slide smoothly over each other with low speed. طب لو سرعة السائل زادت عن حد معين تبتدي يكون دوامات والليرز دي تتقاطع مع بعض، يبقى ساعتها بيحصل دوامات جوه السائل. يبقى ساعتها نقول the flow of liquid او fluids، ده حركة الفلويدز when its speed لما سرعته exceeds certain limit، لما بتتعدى ليميت معين، ونقدر نقول characterized by eddies،
يعني بتتميز ان السائل لما سرعته تزيد او الليرز دي بتبتدي تعمل انترسكشن مع بعضها، تتداخل مع بعض، وبتتميز بوجود ايدز او دوامات او فيرتيسيز، يعني يبتدي يبقى جوه السائل دوامات والطبقات بتاعته تتقاطع مع بعض. يبقى الاستيدي فلو قلنا معناها ان الليكويد ترافل ان فورم اوف ادجيسنت لايرز، ذيس لايرز سلايد سموزلي اوفر ايتش اذر، بتتزحلق بمرونه جدا مع بعضها بعض، كلام جميل، with less friction force between these layers. ولما السائل هنا بيمشي بسرعة قليلة شوية، طب لو سرعة السائل تعدت حد معين وزادت قوي، ساعتها اللايرز دي ممكن تتداخل مع بعض فتنشأ حاجة اسمها الايديتس او الفيرتيسيسز او التوربلنت، يحصل دوامات واضطراب داخل السائل فما بيتحركش بشكل مرن. نقدر نميزها بالمية اللي خارجة من الحنفية، دي بنقول عليها ستيدي فلو، حركة السائل على شكل ليرز. أما المية اللي بتتكون عند الثينك أو الحوض ذات نفسه، دي بنقول عليها توربلنت فلو، لأن بيبتدي ينشأ فيها دوامات، ودي ما بتحصلش غير لما سرعة السائل تكون سريعة جدا والأسباب تانية، أو يكون عائق في اتجاه الليرز بتاعت السائل بيمنع التدفق بتاعها. احنا هدفنا النهاردة وتركيزنا كله على الستيدي فلو، لأن الستيدي فلو هي حركة ممكن تتنبأ بيها، عكس التوربلنت. التوربلنت هي راندوم موشن، حركة عشوائية مفيش قواعد ليها معينة. يبقى قلنا الستيدي فلو معناها ذا ليكويد فلو ان فورم اوف ادجيسنت لاير ذات نيفر انترسكت، ممتاز جدا. وقلنا ان احنا بنتخيل ان السائل ده بيتحرك على شكل لايرز بتفصل ما بينها خطوط، الخطوط دي بنقول عليها ستريم لاينز. ستريم ايه؟ لاينز. فعشان كده الستيدي فلو ليها ثلاث اسماء، ممكن اقول ستيدي فلو، لامينار فلو، اند ستريم لاين فلو. يبقى ليها ثلاث اسماء، لا اما اقول لك ستيدي فلو، لامينار فلو، لا اما اقول لك ستريم لاين فلو. طب عايزين نعرف ايه هي الكونديشنز which keep the liquid flow in form of a steady flow، تعالوا نكتبها مع بعض. conditions of steady flow، ايه هي الشروط اللي انا محتاجها عشان السائل يفضل ماشي في steady flow؟ تخيل عندي ان انا عندي تيوب معينة كده، التيوب دي cross sectional area بتاعتها بتبتدي تقل، فهنا هنقول area 1 وهنا هنقول area 2، ده زي ما احنا بنقول كده، ومثلا نخلي في النص دي 0.3، يبقى 0.1 0.2 الانترنال 1 الاكسترنال 2 الميدل الميد بوينت هتبقى 0.3. دي التيوب اللي هيبتدي السائل يتحرك جواها بالشكل ده على شكل ليرز. يا ترى ايه الشروط اللي انا محتاجها عشان اقول ان السائل ده بيمشي في ستيدي فلو؟ محتاج خمس شروط. اول شرط عندي ان الفلويد فيلز تيوب كومبليتلي، اول حاجة ان السائل يكون مالي الانبوبة على اخرها، يعني مفيش اير بابلز بين اجزاء السائل، ادي اول شرط. تاني شرط عندي ان الكوانتيتي of the liquid which enter the tube must be equal the quantity of the liquid which emerge from the tube، يعني الكمية بتاعت السائل اللي هي داخلة من عند point one لازم تكون كمية السائل اللي خارجة من point two، كمية السائل اللي داخلة من طرف من أطراف التيوبس لازم تكون بتساوي كمية السائل اللي خارجة. ليه؟ عشان الليكويد incompressible، يعني السائل ما بيضغطش، incompressible يعني السائل ما ينفعش اضغطه، فبالتالي كمية السائل اللي داخلة لازم قد اللي خارجه، يعني لو في الثانيه هنا دخل لتر في الثانيه لازم من الناحيه الثانيه يخرج لتر في الثانيه. طب ازاي؟ طبيعي طبعا من الجزء اللي هو عنده سمول كروس سيكشنال اريا، السائل هيرفع من سرعته بحيث اللي داخل يبقى قد اللي خارج. يبقى قلنا ذا ليكويد فيل ذا تيوب كومبليتلي والكوانتيتي اوف ذا ليكويد ويتش انتر ذا تيوب ايكوال ذا كوانتيتي اوف ذا ليكويد ويتش ايمرجد بيكوز ذا ليكويد از انكمبريسبل، مش سهل اضغط السائل. تالت حاجة ان السائل يكون non viscous،
السائل يكون مش لزج. يعني ايه مش لزج؟ زي العسل، ما ينفعش العسل يعمل ستيدي فلو، يعني هنقول نو فريكشن فورس بتوين لايرز اوف ليكويد، ما يكونش فيه فريكشن فورس ما بين طبقات السائل، يعني يكون السائل نون فيسكوس. طب رابع نقطة ان الموشن تكون ايروتيشنال. يعني ايه الروتيشنال موشن؟ يعني السائل ما بيكونش بيمشي في شكل دائري، يعني باختصار ما يكونش فيه دوامات، لان لو بقى فيه دوامات خلاص يبقى ده ايه؟ نو ايديز ار فاوند. لو فيه دوامات معناها كده ان انت بتتكلم ان هو قلب توربلنت فلو. اخر حاجه الفلوستي اوف ليكويد او اوف فلويد از كونستانت، سرعة السائل تكون ثابتة at same point as time passes. سرعة السائل بتكون ثابتة ازاي؟ انت بتقول لي سرعة السائل بتكون ثابتة اذا كان انت بتقول لي هنا سرعته عند point 2 او عند الامرجنس، عند منطقة الخروج هتبقى اسرع من منطقة الدخول، عشان احقق الشرط اللي فوق ده ان الكمية اللي داخلة قد الكمية اللي خارجة، يبقى لو الاريا قلت لازم يخرج هنا بسرعة اعلى. انا اقصد سرعته ثابتة عند نفس النقطة، يعني لو سرعته هنا مثلا 10 متر بير سكند سرعته هناك اكيد هتبقى اعلى 20 متر مثلا بير سكند. فاحنا بنتكلم دلوقتي ان سرعته عند بوينت 1 هتفضل على طول 10 متر بير سكند ما بتتغيرش، وسرعته عند بوينت 2 هتفضل على طول 20 متر بير سكند. فبالتالي احنا بنتكلم ايه؟ ان السرعة لازم تكون على طول ثابتة عند نفس النقطة، لكن بتختلف من نقطة لنقطة تانية. يبقى دي الكونديشنز اللي احنا محتاجينها عشان السائل يفضل ماشي بشكل الاستيدي فلو اللي احنا بنتكلم عنه. ايه هم الشروط تاني؟ 1 the liquid fills the tube completely، السائل يكون مالي الأنبوبة بشكل كامل. The quantity of the liquid which enters the tube must be equal to the quantity of the liquid which emerges from the tube. كمية السائل اللي داخل التيوب لازم تكون قد كمية السائل اللي خارج من التيوب عشان هو fill the tube completely. ان السائل ده يكون non-viscous liquid، يعني يكون no friction force between its layers، او على الاقل تكون friction force ضعيفة جدا. ان السائل يكون ان الموشن تكون irrotational motion، يعني has no eddies ما يكونش فيها دوامات، والا كده قلبنا turbulent flow. وان ال velocity of the liquid is constant at the same point، لكنها بتتغير من نقطة للتانية. دي شروط ال steady flow، مع خمس شروط. طيب احنا قلنا في ال steady flow بنتخيل السائل بيتحرك على شكل adjacent layers، بيتحرك على شكل طبقات. الطبقات دي احنا بنحددها ب imagine line، بنرسمها بخطوط معينة اسمها الايه؟ ستريم لاينز. تعالى كده نوصفها مثلا. يعني مثلا لو نفترض ان فيه تيوب بالشكل ده اهي، فاحنا بنتخيل ان السائل بيتحرك جواها على شكل طبقات. مين اللي بيحدد لي اللايرز دي؟ الستريم لاينز اللي انا برسمها بالشكل ده. طب لو التيوب كانت واخده تيرن، برضه السائل برضه بيدور على شكل طبقات معاها، مفيش اي مشاكل. يبقى احنا هنا بنتخيل ان السائل بيتحرك على شكل طبقات اللي انا برسمها بالبلو بين. السائل بيتحرك على شكل ايه؟ طبقات، زي ما انت شايف كده. وقلنا ان اللاير دي ما ينفعش تحصل لها انترسكت. دي الستريم لاينز اللي رسمينها بالبلو، بنتخيل ان السائل بيتحرك على شكل خطوط او طبقات. تعالى نتكلم على الستريم لاينز. اول حاجة الستريم لاينز دي ار ايماجين لاين، يبقى هم خطوط مش حقيقية. طب فايدتها ايه؟ ديتيرمن ذا باس اور ذا دايركشن اوف ذا باس اوف ذا ليكويد ات ايتش بوينت، بتحدد لي حركة السائل جوه التيوب، بتحدد لي مسار السائل جوه التيوب. يبقى لو انا عايز اعرف الستريم لاينز هقول دي ار ايماجين lines that can determine the path of the liquid inside the tube.
برضو الستريم لاينز دي ليها مجموعة صفات. أول صفة إن هما imagine lines never intersect، الخطوط دي ما ينفعش تتقطع مع بعضها وإلا كده بقت ستريم لاينز. تاني حاجة constant number. يعني ايه constant number؟ يعني عدد الخطوط دي بيكون constant number however the cross sectional area is changed. يعني لو داخل عندي اربع خطوط من الانترنس يبقى حتى لو الاريا قلت اللي خارج عندي هيبقى اربع خطوط، وهنا نفس النظام داخل ثلاث خطوط يخرج عندي ثلاث خطوط. يبقى قلنا the imagine lines that never intersect the number is constant however the cross sectional area is changed. تالت حاجة ال density represent ال velocity. its velocity كثافة الخطوط دي بيمثل لي السرعة. ايه ده؟ ايه الفرق ما بين كثافة الخطوط وعددهم؟ هل في فرق؟ هقول لك في فرق. الدينستي هنا عزيزي الطالب تعني النمبر اوف ستريم لاينز ذات فول بيربنديكولار ات يونت اريا، عددهم بينزلوا او بيأثروا بيربنديكولار على اريا قد ايه. فالكثافة هنا تعني الخطوط متواجدة او بتأثر على اريا قد ايه. زي بالظبط الفصل، الفصل ممكن يكون فيه 20 طالب مثلا، العشرين طالب دول ممكن يكونوا في الفصل، ساعتها بقول ان الكثافة بتاعتهم كبيرة لان كل طالب واخد اريا او بيأثر على اريا صغيرة. لكن لو العشرين طالب دول نزلوا الملعب هنقول لا، هنا كل طالب بقى ليه اريا كبيرة، فهما نفس العدد بس الدنست اختلفت، الكثافة اختلفت، كل واحد بقى ليه اريا اكبر بيأثر على اريا اكبر. ففي الفصل بقول هذا هاي دينستي كثافة كتير، يعني كثافة بس عندي فور ستريم لاينز. وهنا أو الاثنين ادي the point أكثر. الخطوط
تمية وصل tangent at any point it determines the direction of the velocity of the liquid at that point. يعني لو انا رسمت tangent للنقطة دي هتقول لي ان السائل كان نازل لتحت، لو رسمت tangent هتقول لي السائل كان ماشي لقدام، لو رسمت tangent هتقول لي السائل هنا كان ماشي لفوق. فبالتالي اي tangent the tangent اي tangent للستريم لاينز represent او بيعرفني direction of instantaneous velocity at that point او at this point، بيعرفني سرعة السائل عند النقطة دي كانت فين. ودي رابع خاصية او من خواص الستريم لاينز. يبقى تعالوا نتكلم مع بعض. احنا قلنا steady flow. steady flow means that the liquid flow in form of adjacent layers that slide smoothly over each other. قلنا في خمس صفات او خمس شروط عندي يخلوا الستيدي فلو تستمر ستيدي ما تقلبش توربلنت فلو. ايه هما الخمس شروط دول؟ liquid fill the tube completely ادي 1، 2 quantity of the liquid which enters the tube equal the quantity of the liquid which emerged from the tube ادي 2، 3 قلنا the liquid must be non-viscous no friction force between the layer of the liquid، 4 قلنا the motion must be a rotational motion، 5 the liquid velocity is constant at the same point as time passes. واتكلمنا عن الستريم لاينز قلنا they are imagined line فايدتهم determine the path of the liquid inside the tube بيعرفوني او inside the steady flow بيعرفوني مسار الليكويد وهو ماشي جوه التيوب او في حاله الستيدي فلو. قلنا ليهم اربع خصائص، ان زي نيفر انترسكت الستريم لاينز ما ينفعش يحصل لهم انترسكشن، ولو حصل انترسكشن ما بقتش خلاص ستيدي فلو. قلنا العدد بتاعهم از اولويز كونستانت مهما تختلف الاريا، لكن الدنسيتي بتختلف، وقلنا ان الدنسيتي ريبريزنت ذا فيلوسيتي وين ذا ستريم لاينز كام كلوز. This means that the velocity of the liquid at that point is very high when they move apart. لما يبعدوا عن بعض يبقى الفلوستي قليلة ويبقى الدنسيتي كمان قليلة. آخر حاجة اتكلمنا عنها if I draw a tangent to any stream line أو any point in the stream line he determines the direction of the path of the liquid. وكده احنا شرحنا واتكلمنا عن الستريم لاين. في بقى خمسة أو زي ما بنقول 5 concepts related with the hydrodynamics. هنبتدي نتكلم عن أول أربعة وبعد كده ناخد أهم جزء في الدرس بتاعنا، بس تعالوا نتكلم عن اول اهم اربع فيزيكال كوانتيتيز خاصين بالهيدروداينامكس النهارده. ايه هم الاربع فيزيكال كوانتيتيز اللي مهمين عندي؟ اول حاجه عندي كيو في. ايه الكيو في؟ ده فوليوم ريت اوف فلو. الفوليوم ريت اوف فلو او الكيو في. تعال نشوف ايه هي الكيو في. الكيو في هي الفوليوم اوف ذا ليكويد ذات فلو ان 1 سكند. هي حجم السائل اللي بيمشي في الثانيه الواحده. يعني لو انا عندي تيوب مثلا، ركزوا في الحته دي مهمه جدا، عندي سلندر بالشكل ده الاريا بتاعها ايه، الطول بتاع السلندر دي ال، ركز في الحته دي، يبقى كيو في هي الفوليوم اوف ذا ليكويد ذات فلو ان 1 سكند. يعني قد ايه فوليوم من الليكويد بيعدي في الثانيه الواحده. زي ايه؟ زي ما اقول لك اي هاف ا تاب ان ماي هوم، انا عندي زي حنفيه في البيت بتاعي بتنزل لتر ميه كل ثانيه، ده اسمه الفوليوم ريت اوف فلو. بتقول لي ذا فوليوم اوف ذا ليكويد ذات فلو ان 1 سكند، أو it is the rate change of the volume of the liquid. يعني قد إيه سائل بيعدي عندي في الثانية الواحدة. زي ما قلنا الحنفية اللي في البيت عندي بتطلع لتر مية كل ثانية، ده اسمه volume rate of flow، the volume of the liquid that flow in 1 second. طب احنا خدنا واحنا صغيرين الفوليوم بيساوي area of height أو area of length. يعني لو أنا عندي سلندر زي ما احنا شايفينها، تيوب دايما تبقى على شكل سلندر، فممكن أقول area times إيه؟ تايمز اللينس اوفر التايم. اللينس هنا بيمثل لي طول الانبوبه، بيمثل لي المسافه اللي مشيها السائل.
ما هو السائل هيبتدي من بوينت 1 يروح لغايه بوينت 2، فهيمشي طول الانبوبه كله، فاللينس هنا يمثل لي الديستنس، فلينس على تايم كاني بقول ديستنس على تايم يديني اريا في فيلوسيتي. خد بالك في او ال يعني فوليوم، في لوحدها يعني فيلوسيتي، يبقى كيو في معناها الفوليوم اوف ذا ليكويد فلو ان 1 سكند، وافك الفوليوم باريا في لينس على التايم، ولينس على التايم يديني فيلوسيتي يعني اريا في فيلوسيتي. طب يا ترى ايه اليونت اللي بتقيس الفوليوم ريت اوف فلو؟ انت بتقول لي فوليوم على التايم يبقى متر كيوب بير سكند، وده اليونت اللي بتقيس الفوليوم ريت اوف فلو. تاني كوانتيتي مهمه عندي هي الفوليوم ذات نفسه الفي او ال. طب ايه الفرق ما بين الفوليوم والفوليوم فلو ريت؟ الفوليوم فلو ريت قلنا قد ايه من السائل بيعدي في الثانيه الواحده، لكن الفوليوم هو الفوليوم عامه. يعني مثلا انا جيت قلت لك الفوليوم فلو ريت ان تاب ان ماي هوم از 1 لتر اتش سكند، بتعدي الحنفيه عندي لتر ميه في الثانيه. طب لو انا سبت الحنفيه دي مفتوحه 3 ايام او شهر او اسبوع، ساعتها بقى الفوليوم اللي انت عايز تحسبه، عايز تحسب لي الفوليوم اللي هيعدي في المده الزمنيه اللي انت سبتها كلها، وهو ده الفوليوم. يبقى عشان احسب الفوليوم هحسبه من القوانين اللي فوق. ازاي؟ مش احنا بنقول كيو في فوليوم على التايم، يبقى الفوليوم بيساوي كيو في في التايم كروس، والكيو في هي اي في، فممكن اقول ايه اي في في التايم، يبقى ده الفوليوم كيو في او اي في في التايم. في كوانتيتي ثالثه اسمها كيو ام. ايه كيو ام؟ ماس ريت اوف فلو. يعني ايه الماس ريت اوف فلو؟ It means that the mass of the liquid flow in 1 second. قد ايه ماس من الليكويد بيعدي في الثانية الواحدة؟ وده ممكن اقول هو الفوليوم فلو ريت شبهه، بس بنتكلم على الماس والتايم. يعني هنا كنت بقول بيعدي لتر مية كل ثانية، لكن هنا اقول بيعدي كيلو جرام مية كل ثانية، فبنقول ايه؟ ماس ريت اوف فلو. طب واحنا صغيرين خدنا قانون بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا مستر ان الدينستي بتساوي ماس على الفوليوم. الدينستي هنعرفها الترم الجاي، بيبقى رمزها رو، رو اللي هي بي اللي انت شايفها، بس بيبقى ليها ديل صغير من تحت، دي بنسميها الرو. It is a symbol represent the density، يعني الدينستي ماس على الفوليوم. يعني انا ممكن اشيل الماس واحط ايه؟ دينستي فوليوم على التايم. الله، والفوليوم على التايم ده هو ايه؟ الفوليوم فلو ريت. يعني ممكن اقول رو في الايه في الفي، دينستي في اريا في فيلوستي. يبقى انا شلت الماس وحطيت دينستي في فوليوم. الفوليوم على التايم ده هو الكيو في، يعني شلت الفوليوم والتايم وحطيت كيو في، والكيو في ممكن افكها باي في، فيبقى رو اي في. طب ايه هي اليونت اللي بتقيسها؟ ورابع كوانتيتي عندنا هي الماس. ايه اليونت اللي بتقيسها اعزائي الطلاب؟ انت بتقول لي ماس على التايم يبقى كيلو جرام بير سكند. طب لو انا عايز الماس هعمل كروس، يعني هعمل كيو ام في التي، يعني رو اي في في التي، لان كيو ام هي كل دول. طب عزيزي الطالب، انت شفت دلوقتي ان القوانين زادت قوي، هل انا مطالب احفظ كل دول؟ هقول لك لا، تعالى معايا. اهم قوانين اللي هنحطها في براكت الكيو في، اهم حاجه اعرفها عنها هي الفوليوم اوف ذا ليكويد فلو ان يونت تايم، او هي الاي في الفي. اما الفوليوم اي في 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 التي، الماس فلو ريت ام على التي، او رو اي في الفي. طب الماس بس رو اي في تي. يعني هنلاحظ ان اخر قوانين هي الاهم. يعني الفوليوم فلو ريت هتبقى ايه؟ اي في. طب الفوليوم بس اي في تي. طب الماس فلو ريت رو اي في. طب الماس بس رو اي في تي. يبقى زي ما بنقول الكيو في بتساوي ايه؟ اي في. طب الفوليوم اي في تي. طب الماس فلو ريت هي رو تي، والماس رو اي في تي.
ها قوانين كده ننقلها، جاهزين نقولها تاني. الفوليوم فلو ريت قلنا ايه في الفي، طب الفوليوم بس ايه في الفي في التي، طب الماس فلو ريت رو اي في، بحيث ان رو دي هي الدنسيتي اوف ذا ليكويد، الماس ايكوال رو اي في في التي. طب بعد ما خدنا القوانين تعالوا نطبق مسألة بسيطة جدا نحاول نحلها مع بعض. يلا نكتبها، يلا كده عايزكم تكتبوا معايا المسألة دي ونحاول نحلها. بنقول if the volume flow rate of water through a tap is what 1 liter per second. If the radius of this tap is 5 centimeter and density of water is 1000 كيلوغرام كيوبيك متر، then find، هو عايز ايه؟ تلات حاجات، الفوليوم of water flow in 1 hour، ادي واحد. اتنين الماس فلو ريت، تلاتة فلوستي اوف ووتر انسايد تاب، السرعة بتاعت المية جوه التاب. ممتاز جدا. طب انا معايا ايه؟ انا دلوقتي معايا كيو في ومعايا الريديوس اوف ذا تاب ومعايا الدينستي. تعال نكتب الجيفنز كده ونبتدي نحلها. يلا عايزكم تقراوا المسألة وانتوا بتقراوا عايزكم تكتبوا الجيفنز معايا عشان واحنا بنحلها تبقوا معايا. يلا نقرأ ومعاك قلم ورقة بتكتب ورايا. يلا if the volume flow rate of water through a tap is 1 liter per second، يبقى ده مين؟ ده ال volume flow rate عبارة عن 1 liter per second. هقول لك ثانية، احنا بنحسب ال volume بالمتر كيوب، فبالتالي عشان احول من لتر لمتر كيوب بضرب في 10 power negative 3، فتديني 10 power negative 3 متر كيوب بير سكند. يبقى ده اول تحويل، ما بشتغلش الفوليوم بالليتر، انا بشتغله بالمتر كيوب. تاني حاجه الريديوس اوف ذا تاب 5 سنتيمتر، يعني 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 متر، اند ذا دينستي اوف ووتر از 1000 كيلو جرام اوفر متر كيوب، دي مش محتاجه تحويل. يبقى يلا تاني اكتب معايا. معايا ايه؟ بيقول لي the volume flow rate of water through a tap is 1 liter per second، يبقى ده كيو في وحولتها تبقى بالمتر كيوب per second. if the radius of this tap is 5 centimeter and the density of water is 1000 kilogram cubic meter then find the volume of water flow in 1 hour. اكتب انا عايز ايه؟ عايز ال volume of water flow in 1 hour، عايز ال mass flow rate and عايز ال velocity of the liquid inside the cross sectional area of the tube. تعال نكتب الجيفنز ونبتدي نحلها. جاهزين؟ يلا نكتب الجيفنز. يبقى انا معايا ايه؟ معايا بقول ان كيو في بكام؟ بص كده معايا، معايا اول حاجه ان كيو في بكام؟ قلنا ب 10 باور نيجاتيف 3 متر كيوب بير سكند. معايا ايه تاني؟ معايا الريديوس اوف ذا تيوب ايكوال 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 متر. معايا ايه كمان؟ معايا الدنسيتي اوف ذا ووتر ايكوال 1000 كيلو جرام
كيوبيك متر. يبقى انا معايا ثلاث حاجات، الكيوفي والدينستي والريديوس. اول حاجه عايز الفوليوم اوف ذا ليكويد فلو ان 1 اور. طب يلا نفتكر القوانين، احنا قلنا الفوليوم بيساوي ايه، احنا قلنا كيو في بتساوي اي في، طب الفوليوم اي في تي، ممتاز جدا، يعني بيساوي كيو في في الايه تايمز التايم. طب الكيو في بكام؟ 10 باور نيجاتيف 3 التايم، انت بتقول لي 1 اور، انا بشتغل بالسكند، يعني تايم 60 تايم 60، يعني ده هيطلع 3600، هيديني كام بعد ما اضربه في 10 باور نيجاتيف 3؟ هيديني 3.6 متر كيوب. يبقى كده انا حسبت الفوليوم عندي بكيو في في تي، اول حاجه خلصتها. اتنين عايز الماس فلو ريت، تاني واحده اهي الماس فلو ريت كيو ام، قلنا كيو ام بيساوي الحاجتين الكيو في مضروبه في الدينستي او رو اي في اريا في فلوستي. هقول لك لا، هتهالي بدي احسن، انا معايا كيو في ومعايا الدينستي، يعني هقول 10 باور نيجاتيف 3 تايم 1000 هيديني كام؟ 1 كيلو جرام فلو ان 1 سكند. ويبقى انا حسبت كده كيو ام. طب تالت نقطه، انا حسبت الفوليوم وكيو ام، عايز الفلوستي اوف ذا ليكويد مش الفوليوم، الفلوستي. طب احسبها ازاي؟ انا عارف ان كيو في بتساوي ايه، اي في. يبقى انا لو عايز الفوليوم هقول كيو في ديفايدد اريا. طب والاريا هحسبها ازاي؟ الاريا هتساوي باي ار سكوير، لان اغلبيه التيوبس بتبقى سلندر شيب، يعني الاريا بتاعتها ايه، الاريا بتاعتها هتبقى باي ار سكوير اريا سيركل، يعني اقول 10 باور نيجاتيف 3 ديفايدد باي تايمز 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 اول تو ذا باور 2 عشان الريديوس سكوير. واللي يطلع بقى من عندي هنا هو ده هيبقى ايه، هو ده هيبقى عندي الفلوستي اوف ذا ليكويد ثرو ذا تيوب. طب احنا اتكلمنا عن اهم اربعه كونسبتس ريليتد تو هيدروداينامكس، الفوليوم فلو ريت، الماس فلو ريت، الفوليوم اند ذا ماس. وعرفنا ايه الفرق ما بين الفوليوم فلو ريت والفوليوم والماس فلو ريت والماس، قلنا ده الفوليوم اللي بيعدي في الثانية، أما الفوليوم هو الفوليوم اللي بيعدي في الفترة اللي أنا هطلبها منك، والماس فلوريت هو الماس ذات فلو إن سكند، أما الماس هو الماس اللي أنا عايزه في فترة زمنية معينة. خد بالك من حاجة، إن الفوليوم فلوريت حسب كلامنا عن الاستيدي فلو إز أولويز كونستانت. يعني إيه إز أولويز كونستانت؟ يعني الفوليوم فلوريت ده قيمة ثابتة ما بتتغيرش، لأن قلنا the quantity of the liquid enter a point equal the quantity of the liquid which emerge from another point from the tube. فبالتالي QV أو QM دي قيمة ثابتة في نفس المسألة. طب هنتكلم بقى عن أهم حاجة بقى في منهجنا، أو اللي هي المين كونسبت 5، حاجة اسمها continuity equation. Continuity equation، ايه continuity equation دي؟ كلنا هنبقى فاهمين الكونتينيوتي ايكويجن، لكن مش يعني مش هنقدر نثبتها، فهنثبتها احنا مع بعض رياضيا. الكونتينيوتي ايكويجن بتقول لي ذا velocity of a liquid، ذا velocity of the liquid in a tube is inversely proportional with its cross sectional area. يبقى the velocity of a liquid in a tube is inversely proportional with its cross sectional area. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي تيوب كده اعزائي الطلاب، الاريا هنا A1 والاوتبوت عندي A2. فحسب الكلام بتاع continuity equation احنا كلنا قابلينها عقليا، ان ال velocity inversely proportional مع الاريا inside the tube. يعني لو انا عندي اريا 1
اكبر من اريا 2 يبقى السائل اسرع عند بوينت 1 ولا اسرع عند بوينت 2؟ لا هيبقى اسرع عند بوينت 2. ده حسب الكونتينيوتي ايكويشن، واكيد كلنا جربنا الحكايه دي واحنا اطفال صغيرين. لما تيجي تقلل اريا عندك بتاعت الهوز او الخرطوم بتلاقي الميه بتطلع بسرعه اكبر، كل ما الاريا تقل كل ما الفيلوسيتي بتاعت السائل تزيد، وكل ما الستريم لاينز تقرب من بعض والدنسيتي بتاعتها تزيد. طب احنا هنثبتها ازاي؟ احنا قلنا شرط من اهم شروط الاستيدي فلو ان quantity of the liquid which enters the tube equal the quantity of the liquid which is emerged. لازم كمية السائل اللي داخل التيوب يساوي كمية السائل اللي خارج منه، لان قلنا هنا احنا في حسب الكونتينيوتي ايكويشن ان الليكويد ار كوم ليكويدز ار انكمبريسبل، يعني السوائل دي ما بتضغطش، فلازم الكميه اللي داخله قد الكميه اللي خارجه. يعني لو دخل 1 لتر اكيد الواحد لتر يخرج الناحيه الثانيه ازاي؟ انه يرفع سرعته عند بوينت 2. طب يبقى كيو ام 1 لازم تكون قد كيو ام 2، اللي داخل قد اللي خارج. طب ازاي؟ تعال نفك كيو ام، احنا قلنا كيو ام معناها رو اي في، فهنقول دينستي في اي 1 في 1 لان هو ده المدخل عندي الانترنس، وهنا الاميرجنس، هنا المدخل وهنا المخرج، فلازم تكون قد كيو ام اللي خارجه، فهنقول دينستي اي 2 في 2. الدينستي هتتشال لانه نفس السائل اللي داخل، فهنقول اي 1 في 1 ايكوال اي 2 في 2. طب كده تعالى نعملها كروس، يعني A1 divided A2 equal V2 divided V1. ومن هنا اقدر اقول ايه اعزائي الطلاب؟ اذا الاريا والفيلوسيتي inversely proportional مع بعض. ده شيء عقلاني كنا احنا مستقبلينه بشكل عقلاني، ان الاريا والفيلوسيتي عكس بعض، وده شيء قلنا نقدر نطبقه في حياتنا بشكل سهل وسلس جدا ونقدر نعرفه، واحنا اتكلمنا عنه وعارفينه مفيش مشكله. بس احنا النهارده بقى قدرنا نثبته بس ماتكلي او بشكل رياضي عشان يبقى الكلام ده علمي ما هوش كلام عام. هنا بقى بيجي اكتر من جيفريزون. ايه هو؟ بيجي يقول لي مثلا جيفريزون 1 the hose of the fireman's is the hose of the fireman's has a small area from the emergence point، او خرطوم المطافي دايما بيبقى الاريا بتاعته قليله. ليه؟ عشان by decreasing the area the velocity of the flowing liquid increases، فبالتالي هيقدر يقطع رينج اكتر ويقدر يوصل لمسافات ابعد. يبقى why the area of the fireman whose has a small cross sectional area قلنا to increase the velocity of the emerged liquid to reach more horizontal ranges، يوصل لمسافات في الاكس اكسس بعيده جدا. اتنين بيجي يقول لي ذا جاز ستوف او البوتاجاز، الاوبننج ان ذا جاز ستوف هاز ا سمول كروس سيكشنال اريا اور سمول ريديوس. هقول لك طبعا عشان طبعا تو انكريز ذا فيلوسيتي اوف ذا اميرجد او ذا بوشت ناتشرال جاز، عشان يزود سرعه الجاز اللي خارج فيخلي الفاير اقوى ويخليها مستمره. طب حلو جدا. سؤال بقى مهم جدا، السؤال ده ابلكيشن مهم جدا بيضحك عليا بيه في الامتحانات. ايه هو؟ يو نو ذا ارتري اند ذا بلاك كابيلاري، اكيد عارفين ايه هو الارتري والبلاك كابيلاري. الارتري اللي هو الشريان والبلاك كابيلاري الشعيره الدمويه. طيب يا ترى الدم اسرع في الارتري الشريان ولا في البلاك كابيلاري؟ كتير من اعزائي الطلاب اول ما نشوفوا الكلام ده يقولوا لي لا الارتري الاريا بتاعته كبيره والبلاك كابيلاريز الاريا قليله، يبقى الدم اسرع في البلاك كابيلاريز عن الارتريز. هقول لك غلط. الحقيقه ان الدم في الارتري او في الشريان بيبقى اسرع بكتير من سرعته في البلاك كابيلاريز. طب ازاي ده؟ ده بيخالف الكونتينيوتي ايكويشن. هقول لك لا ما بيخالفهاش، لان انا اول ما سالتك السؤال ده انت قارنت ما بين ارتري واحد وبلاك كابيلاري واحد. هو الحقيقه الارتري لو انت بصيت كده هتلاقي ان الارتري الواحد، يعني لو افترضنا ان ده ارتري، هيتقسم
هيتقسم لبلاك كابيلاريز كتيرة جدا. الشريان الواحد ده بيتقسم لبلاك كابيلاريز كتيرة جدا زي ما انت شايف كده. الارتري الواحد بيتقسم لبلاك كابيلاريز كتيرة، الاريا بتاعته مفروض اكبر من الاريا بتاعت اي واحد فيهم، لكن الاريا بتاعتهم مجتمعة بتكون اكبر منه، عشان الاريا بتاعتهم كلهم لو جمعتها هتكون اكبر من الاريا بتاعت الشريان اللي موجود عندي. فهقول له لا، الدم اسرع في الارتري عن البلاك كابيلاريز. ليه؟ عشان التوتال اريا اوف بلاك كابيلاريز، عشان احنا انت ما يجيش في دماغك بلاك كابيلاريز واحد كابيلاري واحد، لا دول كتير. التوتال اريا اوف ذا بلاك كابيلاريز، مساحة البلاك كابيلاريز كلهم مع بعض greater than area of artery، مساحتهم مع بعض كلهم اكبر من الاريا بتاعت الارتري. يعني لو جمعت ده مع ده مع ده مع ده مع ده هلاقي مساحتهم كلهم اكبر من مساحة الارتري، فبالتالي سرعة السائل فيهم بتكون اخف بكتير من سرعته جوه الارتري. وده سؤال مهم جدا، اوعى يضحك عليا فيه تاني، عشان مجرد ما بتسمع كده تقول لي لا ده الارتري كبير وبلاك كابيلاري صغيره يبقى هو اسرع في البلاك كابيلاري. هقول لك لا، ما هو مش بلاك كابيلاري واحد، ده الارتري بيطلع منه مئات او يمكن اكتر من مئات كمان من البلاك كابيلاريز، فبالتالي مساحه البلاك كابيلاريز كلها دي بتكون اكبر من مساحته هو لوحده. فاحنا بنقول الاريا بتاع اللي داخل قد الاريا المدخل والاريا المخرج، فاحنا ما بنتكلمش على مخرج واحد مش بلاك كابيلاري واحد، لا انا بعد مساحة كل بلاك كابيلاريز الخارجين. فكده اتكلمنا عن الكونتينيوتي ايكويشن وفهمناها. طب احل مسائل ازاي على الكونتينيوتي ايكويشن؟ تعال بص معايا، اول مثال اللي هو المثال العادي، لو كان عندي one entrance and one emergence، يعني area 1 و area 2، ساعتها حسب الكونتينيوتي ايكويشن لازم اقول ان A1 V1 equal A2 V2. طب ما هي الاريا باي ار سكوير، ما احنا قلنا اغلبية السلندرز بتبقى اغلبية التيوبس بتبقى سلندر شيب، فا A1 V1 بتساوي A2 V2. الاريا ممكن افكها باي ار سكوير، فاقول R1 سكوير V1 equal R2 سكوير V2. طب لو بالديامتر برضه اقدر اعمل نفس الكلام ده، ديامتر 1 سكوير V1 equal ديامتر 2 سكوير V2 عادي. يبقى انا ممكن استخدم اي قانون من القوانين دي، A1 V1 بتساوي A2 V2 او R1 سكوير V1 equal R2 سكوير V2، ان انا استبدلت الاريا بسكوير الريديوس. طيب لو نفترض ان التيوب كان ليها اكتر من emergent point، يعني ليها اكتر من مخرج، يعني A2 و V2 كده مثلا، A1 هنا مدخل 1 وهنا مخرج و 2 و 3، فساعتها اقدر اقول A1 V1 equal A2 V2 plus A3 V3. طب اخر نقطة عندنا لو وهنا طبعا ممكن اقعد بالريديوس سكوير عادي، لو كان كذا مخرج بس الكذا مخرج دول ليهم نفس الاريا، يعني ده 1 والاريا هنا 2 وهنا 2 وهنا 2 قد بعض، فمفروض هقول المفروض هقول ان A1 V1 بتساوي A2 V2 plus A2 V2 وهكذا بقى. بس بدل ما اعمل كده هقول ايه بقى؟ A1 V1 equal N A2 V2 باعتبار ان هم N دي هي عدد دول، بدل ما اقعد اجمعهم اضربهم في عددهم. وبرده ممكن بالريديوس R1 square V1 equal N R2 square V2. اعزائي الطلاب دي اهم الاجزاء اللي جت في الكونتينيوتي ايكويشن وفي الهيدروداينامكس. باذن الله المحاضره الجايه انا اجهز مراجعات لاعزائي الطلاب، اتمنى لكم التوفيق واقول لكم انتبهوا جدا جدا، وباذن الله المنهج سهل واعتقد الامتحانات كمان هتبقى سهله باذن الله.
أقول لكم شكرا لكم أعزائي الطلاب، ونتقابل في محاضرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.